نكشة مخ مع نديم. بحلقة اليوم من نكشة مخ حكي راجي مع الدكتور وليد بأمريكا. راجي بده يزور أمريكا ويعمل ناطحات سحاب. ناطحات سحاب؟ خلينا نسمع. ألو؟ يعطيك العافية، مرحبا. أهلين، كيف الحال الدكتور وليد؟ كيف حالك؟ راجي بحكي من الأردن عمان. مين؟ راجي بحكي من الأردن عمان، من طرف الأخ عنان. أهلين. تعرفت على الأخ عنان وحبينا أنه نتعرف عليك، يعني شكر فيك. نتشرف. كيف شي بتشرف على عندنا؟ نعم، حضرتك في أي ولادة؟ أنا في تكساس. حابين حد اللي يساعدنا أيضا أنه نشوف إيش ممكن نستثمر، إيش ممكن، كيف ممكن نتساعد أو حاجة. تكساس بعيدة عن شيكاغو ها؟ لا، إحنا في مش في شيكاغو، في دلع. في عندي مشروع بدي أسألك عليه، فكرة جديدة ما حدا طلع فيها يمكن لحديت هسه، بدي أخذ رأيك فيها. والله شوف أقول لك، لسه ما أخذت. دكتور، العالم كله بيعملوا ناطحات سحاب، ليش ما نعمل إحنا ناطحات سحاب؟ وين؟ في أي مكان. فكرة هذه الناطحات السحاب، أنت دائما العمارة بتكون عبارة عن طويلة ورفيعة. عارفها. ليش ما نعمل إحنا ناطحات سحاب؟ ناصحة سحاب وليس ناطحة سحاب. أي عمارة طويلة 50 طابق ولكن مكرشة على سبيل المثال، أو ناصحة العمارة، فهمت علي؟ عريضة تكون، فاهم؟ الله عريضة الورق. هوني في منطقة تكساس الأراضي لأنها رخيصة، الرغبة في ناطحات السحاب محدودة. بتلاقي ناطحات السحاب عمارة على شكل امرأة حامل مثلا. اقول لك، ما تيجي على الواقع بشرح لك. دكتور بطبعك واقعي. في فرق، في مثل شو بقوله، وفي ناس عندهم خلص 1+1=4، فيش فيها. شو بقوله، الحكي مش زي الشوم. نعم، وعلى فكرة الشوف مرات مش زي الحكي. ايوه، ومرات الواحد بشوف ببطل قادر يحكي. صح، وربا رمرة من غير رامي ايضا، يعني ما بتعرف. انت عامل ناطحات سحاب اشي شغلات اشي ولا هيك يعني اشي جديد عليه؟ في الحقيقة احنا افكار قاعدين ندرسها، احنا بنطلع باشي إيه؟ جديد. احنا انا انسان غير تقليدي في كل حاجة، في شعري انا اكتب الشعر والنثر، ولكني غير تقليدي، غير تقليدي في كل حاجة بعملها. تعرف الفلوس تطلعش على الشجر. الفلوس تطلعش على الشجر عندكم؟ الفلوس هي هوني بقول عن الدولار اكبر، هي خضرة بس ما بتطلع على الشجر. والعنب؟ العنب هلا دخلنا على بين الدوالي احنا هلا. ايوه، ورك العنب والله. ايوه دكتور، يعني كما يقول الشاعر، اذا لم ترد فاجد. يعني بالآخر الواحد أنا بشر وأنتم بشر. أيوة. فلماذا هذا؟ يا محتكر، يعني جمعنا الشرق مع الغرب. فليش ما إحنا نجتمع مع بعض؟ إيش فيه؟ أيوة. والله أنا خلي أقول لك، عجبتني القصيدة اللي كتبها هذا في أغنية من الأغاني، يا أمي أنا بالحنان، هذا عجبتني. رمز البريد والأمان، هذا عجبتني جدا. الله يخليك. سمعت التعين نابلس هدلول رمان راس العين؟ سمعني إيش؟ أي واحدة؟ سمعت أغنية السلام؟ الحمام؟ السلام هذه اللي بتقول فيها، إني أريد عدل يا كل الأنام، وأريد أنعم بالأمان وبالسلام، لا تقتلوا طفلي، لا تهدموا بيتي، لا تكسروا لي جرة خزنت فيها مونة الزيت. أنت من وين دكتور وليد؟ إيش؟ أمريكاوي؟ لا، أنا أصلي من نابلس. يا حي الله بأهل اللد، أهلا وسهلا. نابلس. أهلا وسهلا، من وين؟ من نابلس. من نابلس، من الجبل الشمالي. والله أي جهة؟ أنا سمعت إنه أيضاً وصلني إنه أيضاً ملحنين وكاتبين كلام للمطرب المعروف لطفي مشتاق. لطفي مشتاق مشتاق. شو؟ نعم، لطفي بي حسيت 7 أغاني ماخذهم. يعني مش أشاعة؟ لا، ليش أشاعة؟ لطفي غنالي أغنية وعم بغني اشياء تانية وعندي تسجيلها. غرد دكتور، غرد. ايش؟ قل لي ايش هي؟ اسمها باب الحرية. باب الحارة. باب الحارة 3؟ لا، باب الحرية. الحرية، نعم. بتقول وقف العربي على باب الحرية مكسور القاطر، طول عمره حاول ان يعبر، حاول ان يدخل ويغامر، وجد الباب حديدا موصوبا وامام الباب عساكر، فتساءل هل فتح الباب لغيري
هل من مار أو عابر سمع جوابا من بعض الناس بنبرة ذل وبصوت فاتر ليس لدينا يا أخ تذاكر. هذه بعد منها يعني تعا تعا كرمالي تعا. دكتور أنا دائما الناس بيحكوا عن الأم والأب في الشعر والأمور هذه كلها، أنا عملت أغنية لعمي. أيوة. يعني في الحقيقة دكتور العم جدا شغلة مهمة، العم خاصة العم هو أخو الأب. أيوة. وهو أقرب لهم في الدم للأولاد. العم اللي هو أخو الأب نفس الدم نفس السلالة سلالة علوة. يا عمي يا عم منصور، يا عمي يا أخو أبوي، ليش ضحكت علينا ليش وأخذت كل قريش؟ هذا السهل الممتنع، غور عن حياتنا، غور يا لعيم، يمكن مش الكافية مش. أيوة. لماذا تسألوني عن حريتي؟ لماذا وأنا كذا وهذا؟ فلتذهبوا عني اللؤمة والفلالة لأنني زهقت من هذه الحياة الملالة، فلتبعدوا عني هذا الوعد اللعيم وتأتوني بحبيبة قلبي بترشة. قد صدقت حين قالت أن العربي رجل والرجال كثير. أين المساواة بين الرجل والرجل؟ إيش فيه؟ للأسف يعني الموهبة مش موجودة دكتور، ولكن بحاول أعبر بالطريقة، نفسي أكون شاعر يعني. أيوة يعني بحاول. شو بدي أقول لك؟ إيه؟ شو رأيك يا بتتصل فيه مرة تانية لأنه في الموقع وفي ناس بستنوني بحاول هذا، أو تتصل فيه بتخبرني إمتى جاي؟ دكتور في حد يجي يستقبلني على سكوتر على المطار أو أي حاجة؟ إيه؟ في حد ممكن يجي يستقبلني في المطار؟ قلت لك أنا بستقبلك. قديش في رسوم خروج في المطار اللي هي بدفع حاجة بالمطار وأنا طالع؟ لا ما بتدفعش. بتوقع يعني بغلبك أنت. طيب أقول لك شغلة. بتوقع تستقبلونا يعني تلزمونا على ما في حدا معك قبل هالمرة جاي ولا جاي لحالك؟ أنا جاي لحالي، هو المفروض في صديق لأنه هناك بس هو في شيكاغو، معلش إذا بيقدر يجي معي على دلس، فأنا حابب إنه حد يعني شرواك يعني حد أفضلك يعني يستقبلنا في المطار يعني ويتبنانا. أيوة. يعني يعزمني عنده على الدار مثلا على الغداء. أيوة. من هناك اتصل فيي وخلص منك. بتحب ما أغلبك وأقعد عندك يعني بس أجي إن شاء الله؟ إيه. بتحب يعني تستضيفني أنت في الدار عندكم؟ والله أنا صعب شوي عندي، بس أنا في حوالينا في هذا شو اسمه؟ يعني قصدي دكتور دكتور قصدي من باب الكرم والضيافة يعني. إيش؟ قصدي من باب الكرم والضيافة يعني تستقبلونا. والله متشرف الواحد يعني بس يعني أي حاجة طبعا يعني $20 سلف أي حاجة بس نوصل إن شاء الله. أهلا وسهلا. إحنا رايحين نبني حالنا إن شاء الله، نبدأ من الأول وجديد يعني. ما هو أهلا وسهلا. طب بستنى منك تلفون يعني ولا إيش أعمل؟ بهذا التلفون تصل فيه. عندك رقم الخلياوي؟ صعب لأنه بضل دائما الواحد وحامل تليفونه لهذا. وبالنسبة للإقامة إيش نعمل هناك يعني؟ أهلا وسهلا. بالنسبة للإقامة دكتور؟ شو الإقامة؟ يعني في شو اسمه في تلس وين حنزل؟ تنزل في هنا كون أوتيلات ومتيلات مليان. مليان هناك سهل. قديش يعني الليلة مثلا أحسب حساب البادجت يعني في فندق مثلا موتيل هو هذا إشي يكون يعني مش غير مكلف يعني عشان ما أن هذا ما نغلبك ننزل عندك في الدار بسيطة ولا هناك مش لما تيجي بتدخل يعني إحنا عشان صاحبك لأنه صاحبك بيجوز بيعرف في البلد. أيوة. أنا وياه بالنفسه هو في شيكاغو يعني خلاص هو حيظل في شيكاغو مش جاي معاي. طيب فاحنا بدنا الكرم يعني والضيافه العربيه ان شاء الله في دلس ان شاء الله يعني انا ما غلبك انا مش مطول هناك يعني لا ولا كلهم على السنه سنتين نكون نفسنا في يعني نشوف ايش هذا. اهلا وسهلا. الله يرضى عليكم. طيب بتوصينا اشي من عمان الاردن اجيب لك معي حلويات سلطيمه او حاجه؟ لا والله كنافه من حبيبه. تسلم شكرا. حلويات زلطيمه. شكرا. طيب. انا بس بدي الله يرضى عليك تسمح لي لانه ما في موقع انا صعب وعندي ناس عم بيشتغلوا بدي اشوفهم يعني. طيب انا اسف ازعجتك دكتور وحبيت اقول لك ملاحظه اذا بتسمح لي. تفضل. نديم سراج بيحكي معك من مزاج اف ام. ايش؟ نديم سراج بيحكي معك من مزاج اف ام بيعمل فيك مقلب على التليفون. ايوه. واللي حابب مقلبك انا نعم. سامع والله مش كيف سامع. نديم سراج بيعمل فيك مقلب على التليفون. نديم سراج. نعم. سراج. ايوه. بيعمل فيك مقلب على التليفون. مقلب على التليفون. نعم على إذاعة مزاج اف ام. ايوه اهلا تشرفنا يا سيدي. يعطيك العافية. الله يعافيك اهلا شكرا. السلام عليكم. نكشة مخ مع نديم.